أضلاع المربع الذهبي لكان الجابون اكتملت، حيث أصبح الفراعنة في طريق مفتوح لبناء هرمهم لإفريقيا الثامنة على حساب البوركينابيين. فأرشيف المباريات بين المنتخبين يمنح الأفضلية لأبناء النيل بتفوقهم في 4 مناسبات على الخيول البوركينابية مقابل التعادل في مبارتين، في حين لم تفز بوركينا فاسو مطلقا على المنتخب المصري الذي سجل 15 هدفا في شباك بوركينا فاسو، بينما اكتفت الخيول بتسجيل 7 أهداف فقط. ذكريات المصريين السعيدة قد تعكرها رعونة وتحدي الخيول الجامحة نحو أول ألقابها الإفريقية باستغلال غياب كل من محمد عبد الشافي ومروان محسن، ليفاجئ زملاء المهاجم أرستيد بانسي الجميع ويسقطون البطل التاريخي لأمم إفريقيا. الضلع الثاني من المربع الذهبي سيكون كلاسيكو إفريقي بامتياز عندما يواجه الكاميرون غانا في نهائي قبل الأوان، رغم أن الأفضلية التاريخية لصالح الأسود في المواجهات المباشرة تساوي في عدد التتويجات الإفريقية بأربعة ألقاب لكل منتخب، ما يجعل المواجهة مفتوحة على كل السيناريوهات رغم المسيرة غير المقنعة للكاميرون في هذه الكان، إلا أن تقاليده العريقة في البطولة الإفريقية تفرض احترامه من زملاء أندري أيو الباحثين عن نجمة جديدة ترصع سماء تتويجاتهما القارية.